مشاهدينا، ينضم الينا من بغداد عبر الهاتف مدير عام مديرية المرور العامة لواء طارق الرباعي. لواء طارق، اهلا بك الى نشرتنا هذا المساء. اولا، كيف تتعامل مديرية المرور مع تزايد حوادث السير خصوصا في الطرق الخارجية بين المحافظات؟ سيدي اهلا وسهلا بك وعلى مستمعي ومشاهدي قناتكم الموقرة قناة الحرة. حقيقة ابتداء الحوادث المرورية نتيجة سببها يأتي بالنتيجة الأولى ومتعلقة فيها السائق المركبة أي مستخدم الطريق، وكذلك المركبة، والأمر الثالث هو هذا المثلث الذي هو الطرقات بصورة عامة. ولكن استمعت إلى سيدتي تقول أن مديرية المرور العامة ليست جادة في محاسبة. يا سيدتي كيف نحاسب؟ لازم كل مستخدم طريق أن يجلس يم سائق رجل مرور حتى يبطئ السرعة. يا سيدي هذا الحادث المروع الذي ذهب 13 ضحية 11 في ساعة متأخرة من الساعة 12 وربع يوم أمس، الله يرحمهم، راحوا الشهداء نتيجة السرعة الفائقة والجنونية، وليست الفائقة، الجنونية. عندما سائق يستخدم الطريق طريق خارجي، وكل طرقات العالم بالطرق الخارجية تبعد مسافات تزيد على المناطق المتاخمة للمحافظات ومراكز المحافظات، بالنتيجة لا تكون الضياء فيها جيدا، لا تكون بها مخاطر جمة وكثيرة، منها تكرم الحيوانات، عبور الحيوانات، الجزات الوسطية ليست بالمستوى المطلوب، وبالتالي تعتمد هذه الحالة على مستخدم الطريق. ولكن عندما السائق يقود مركبة تفوق 200 كيلومتر في الساعة، هذا يا أخي لا يوقفه غرامة ولا توقفه طريق ولا يوقفه أي شيء، إنما هو يذهب بالانتحار بنفسه ويقتل ناس أبرياء. لكن أين تطبيق القانون لواء طارق؟ أنا أعتذر منك، أولا أين تطبيق، يعني أنت أشرت إلى نقطة مهمة أن عدم التزام السواق وسرعة جنونية، أين القانون من ذلك؟ أين مديرية المرور وقوات الشرطة؟ يعني ألا يجب أن يعتقل السائق الذي يخالف القوانين؟ يا سيدي العزيز، في جميع الصحف والمجلات وعبر التلفاز وعبر قنواتكم الكريمة، عبر موقع المرور، عبر المحادثات والمحاكات مع مقدمي برامج كافة القنوات، نهيب بمواطنينا الكرام الالتزام بالسرعة لنهاية حياتك. ليست العقوبة التي تجعل التطوع النفسي المتطوع اللي يأتي من صميم قلب السائق، هذا الذي يحمي، ليست العلامة وليست الإشارة. طيب، هذه الحوادث متكررة في العراق مع الأسف، تذهب ضحية يوميا حوادث كثيرة جدا نتيجة السرعة الفائقة، نتيجة استخدام طيب لواء طارق، نتيجة عدم طيب نعم سرعة فائقة. إضافة إلى ذلك سوء الطرقات، تردي البنى التحتية، هنالك زيادة مفرطة أيضا في أعداد السيارات لواء طارق، كيف تسيطرون على زيادة المفرطة في أعداد السيارات وأن الشوارع مفتوحة سايدين، يعني سايد ذهاب وإياب مفتوحة على بعض، لا توجد هنالك حواجز في هذه الشوارع، نتحدث عن طرق خارجية لواء طارق، هذا الطريق خصوصا يربط بين كربلاء والحلة، يعني أنا كنت أمر منه أعلم كيف يكون هذا الطريق مفتوح على بعضه، لا توجد حواجز لواء طارق. نعم سيدي الفاضل، نعم سيدي الكريم، أنا أشرت لك من بداية الكلام ثلاث أشياء، هي المركبة، الطرقات، السائق. الطرقات ليست بمستوى المطلوب، ليست وجود حواجز أمنية جانبية وجزرات وسطية تحمي دخول المركبة من سايد، يعني من ممر إلى ممر متواجه آخر، هذا ما يزيد الطين بلة. نعم هناك طرقات متخسفات كثيرة، هناك بنى تحتية ليست بالمستوى المطلوب تساهم في كثرة هذه الحوادث. نعم طيب، الإشارات المرورية لواء طارق أيضا والعلامات التحذيرية، وذكرت لك سألتك عن الزيادة المفرطة في أعداد السيارات، كيف تسيطرون عليها؟ يا سيدي العزيز، بعد 2003 ولحد هذه الساعة دخول مركبات كثيرة جدا، يعني لو تقارنها بمواطنين الكرام 40 مليون
وتطلع الكبار ما تطلع النساء التي تستخدم المركبات، تخرج الأطفال ستجد الأرقام مخيفة ومرعبة. دخول عشوائي بدون تخطيط هذا كذلك يضيف إلى. أضف لك شيء مهم جدا يا سيدي، الثقافة والتوعية المرورية باتت في العراق ليست مهمة لدى المواطن العراقي مستخدم الطريق أينما كان، والسبب في التوعية ليست في الجهاز المروري الذي يوعي. هناك وزارات، هناك تربية، هناك تعليم، هناك وزارات أخرى، هناك منظمات مجتمع مدني، يجب الاندفاع على هذا الشيء. كل الدول، أغلب الدول العالمية، أغلب الدول المجاورة تلاحظ تدريب كراسي لجهاز المرور، كيفية استخدام الطريق بالطريقة المثلى، متواجد ومتعرض منذ الطفولة. فهذا يكون التطوع يكون بالتزام طوعي. اذهب يا أخي يا سيدي، لا أطيل عليك، اذهب هذا الغزو الروسي إلى أوكرانيا ولاحظ الانضباط العالي في حالة الحرب للأوكرانيين. هذا لا يوجد ضابط أن يغرمهم، وشوفوا من الالتزام الطوعي والانضباط العالي. واضح. لكن هذا لا واضح، يعني وصلنا إلى نهاية هذا الحوار، لكن هذا دعنا نذكر أن هذا لا يمنع من أن مديرية المرور أن توضع شروط وتحاسب من يخالف هذه الشروط، وأيضا أن تقوم بدورات تثقيفية وتوعوية للمواطنين. هذا دور مديرية المرور العامة قبل إعطاء إجازة السياقة. وقت المقابلة انتهى. باختصار سيدي 30 ثانية باختصار جدا دقيق لو سمحت. لا تبخل مديرية المرور العامة لقاءات هناك في كليات الجامعات في المدارس، وأنا من ضمن المحاضرين في الكليات والجامعات وكل نعم. شكرا جزيلا. وكل الاحترام والتقدير لدوركم في الشارع، أكيد أنتم يعني تقومون بدوركم بشكل جدي ومسؤول. شكرا جزيلا من بغداد عبر الهاتف مدير عام مديرية المرور العامة اللواء طارق الرباعي، شكرا جزيلا لك سيدي.